بزغرك عشان بنتي بتشطب الحوض، فانا مبسوطه اخر انبساط عشان بنتي. انا مش مبسوطه خالص يعني، بس انا مبسوطه جدا جدا جدا. انا اعمل اي حاجه غير ان انا اعمل ده. انتي عملتيها وده القدر عشان انتي فاهمه مستقبلك. بس مستقبلي ايه؟ اقسم بالله ابدا. هنأت الفنانة منال سلامة الجمهور ومتابعي حسابها الرسمي بحلول عيد الأضحى المبارك، ونشرت منال صورة ظهرت فيها إلى جوار زوجها المخرج عادل أديب وبنتهم الممثلة الشابة أميرة أديب، مرتدية في الصورة إسدال الصلاة معلقة كل عيد وإنتوا طيبين. وشاركت الفنانة من قبل صورة لابنها وهو على سرير المرض بعد خضوعه وإجراءه لعملية، وعلقت على الصورة: ده ابني علي لسه خارج من العمليات، الحمد لله، ادعوا له ربنا يتم شفاه على خير. منال سلامة هي شقيقة الفنان شريف سلامة، متزوجة من المخرج عادل أديب، شقيق الإعلامي عمرو أديب والإعلامي عماد الدين أديب، من مواليد 10 إبريل عام 1970 وبتبلغ من العمر 52 سنة. لديها من الأبناء 2 أميرة وعلي.